مرحبا سيدتي. مرحبا يا ابنتي. بايلينا، إذا تحضرين اللوح وسنبدأ حتى أن يأتي أصدقاؤك. هاي تستمعين يا ليني؟ استمع للوضعية الأولى يا لينا. أنت معي يا لينا؟ نعم. باهي تفتحين الكاميرا وتسمعيني؟ هاي يا لينا يا ابنتي. به، إذن الوضعية الأولى يا لينا تقول 30 ضرب 70 يا ابنتي كم يساوي؟ اكتبي على لوحك. ثلاثون ضرب سبعون. ارفع اللوح. ممتاز، أحسنت يا لينا. تقولين لي كيف تحصلت على النتيجة؟ أضع 0 في النتيجة وأضرب 3 في 7. ممتاز يا ابنتي، أحسنت. درستم في المدرسة، درستم إنجاز وضعي، إنجاز العملية العمودية في الضرب؟ لا، لم تتوصلوا بعد، ليس هناك مشكلة. إذا نحن فهمناها عايش بنتي، فهمتها أنت. باه، نستمع إذا. وضعية أخرى تقول، الوضعية الأخرى تقول 6 ضرب كم يساوي 18؟ 6 ضرب كم يساوي 18؟
لينا، أسرعي يا عاطف. آه، 6 في 3 يساوي 18. أحسنتِ يا ابنتي، أحسنتِ، شكراً لكِ، شكراً. أستمع وضعية أخرى، الوضعية الأخرى تقول: 3 ديكامتر، 3 ديكامتر كم يساوي متر؟ 3 ديكامتر كم يساوي متر؟ ممتاز يا ابنتي، إذا كيف نتحصل على النتيجة يا لينا؟ نعم، تذكرينني. أضع 0 في المتر و3 في الديكامتر. إذا أضع 3 في ديكامتر ثم أضيف لها صفرا كي أتحصل على 30 متر. نعم، كي أتحول من المتر إلى الديكامتر أضع أضيف صفرا. أحسنتي، به به. إذا سنذهب الآن إلى العمل، آمل أن يأتي معك أحد، لأنك كما تعرفين أصدقائك في قطر، أصدقائك كملوا الامتحانات، دونك أنت اليوم فرصة باش تفهم بالكدا وحدك. باهي، هاي سأضع لك العمل. اقرأ العمل. ألاحظ وأكتب وحدة القيس المناسبة. ها، أسرعي.
هاي انهيتي يا لينا؟ نعم. ممتاز. نسلم سلام. إذن. مرحبا يا ابنتي. مساء الخير سيدتي. مساء الخير، مرحبا. بس سننتظر سننتظر صديقتك كي تنجز التمرين، اتفقنا يا لينا؟ يا لينا الواتي؟ سيدتي. لينا، تنجزين التمرين الأول يا لينا. مساء الخير سيدتي. مرحبا، مساء الخير. تم في الوضعية الأولى. نعم، ألاحظ وأكتب وحدة القيس المناسبة. أي أنهيتي يا لينا؟
مساء الخير سيدتي. مساء الخير، مرحبا. مساء الخير. أي نور، بسرعة 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 تلتحقين بنا، إذا سنصلح. لينا أنهيتي؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. سيدتي في الوضعية. سنصلح يا نور، لأننا بدأنا منذ مدة. تتابعين معنا ثم نذهب إلى الوضعية. هاي. نستمع. دينا تفتحين الكاميرا. أحمد. نعم. تفتح الكاميرا يا أحمد. حاضر. إذن القيس الأول، القيس الأول لينا الويتي. نعم يا لينا الويتي، القيس الأول ما هو وحدته يا ابنتي؟ اقرأ لنا. ثلاثمائة وخمسة وستون هكتوليتر. ثلاثمائة وخمسة وستون هكتوليتر. ننظر بقية، نتابع نتابع نتابع. إذا صديقتنا قالت أن 365 هي 365 هكتوليتر. نستمع نتبع. لينا ونور نتابع، فيما بعد سوف نصلح. نتابع. لينا الويتي. يا لينا. نعم. إذا الأحاد دائما في الوحدة المذكورة، هكا ولا لي؟ الأحاد دائما في الوحدة المذكورة، بل يا ابنتي، إذا الستة ما هي وحدتها؟ ديكالتر. ديكالتر. إذا الخمسة ما هي وحدتها؟ مثل أنت وضعتي هكتوليتر، إذا الأحاد ماذا سيكون؟ لتر. لا، حسب ما وضعتي يا ابنتي سيكون ماذا؟ سيكون هكتوليتر حسب ما انت قلتي، هكا ولا لي؟ نعم. حسب ما قلتي سيكون هكتوليتر. اذا هل هذا القيس هو هكتوليتر يا ابنتي؟ لا. ما هو القيس؟ 365 ماذا؟ لتر. ممتاز يا ابنتي، إذا 365 لترا، لأنني دائما يا ابنتي أتبع الأحاد. إذا الأحاد دائما في الوحدة التي أذكرها، لا ننسى هذا، الأحاد دائما في الوحدة المذكورة. إذا هنا 365 ديكا لترا. ثم سيدتي نور
سيدتي لم نقرأ اللتر ومضاعفاته. لقد درستيها معي يا ابنتي. لقد درستيها معي. لقد درسناها من قبل. إذن باهي هنا مثلما أصلحت الآن لصديقتك لينا. 47 هكتوليترا. إذن القيس ماذا سيكون؟ هكتوليتر. 47 هكتوليترا، لأن الأحاد دائما في الوحدة التي أذكرها. إذن 47 هكتوليترا. أحسنتي. لينا إسباعي. 236 هكتوليتر يساوي 6 لتر. 236 لتر. 236 ليس 236، هي هنا 2 هي هكتوليتر. هي هكتوليتر. إذا 236 لترا، لأن الأحاد في الوحدة التي أذكرها. أحمد. سيدتي مزيد ما قريتوش هذا. لم تدرس المضاعفات؟ نعم. باهي يا ولدي، إن المضاعفات مثل الأجزاء، مثل الأجزاء، ولكن هنا فهي أكبر من الوحدة. إذن الديكاليتر، الديكاليتر تفيد 10 مرات الوحدة، والهكتوليتر تفيد 100 مرة الوحدة. اتفقنا؟ اتفقنا. ونحن قلنا أن هنا سهل جدا، هنا قلنا أن الأحاد في الوحدة المذكورة. إذن القيس ماذا سيكون هنا؟ ماذا سيكون القيس؟ نعم يا ولدي، الأحاد ما هو؟ لتر. 5 لتر. إذن القيس ماذا سيكون؟ لتر. لتر يا ولدي. إذن مثله مثل الأجزاء تماما. القيس يعني الوحدة، يكون الأحاد في الوحدة التي سأذكرها. إذن هنا اللتر. شكرا. لينا الواتي. أربعة وثمانون لتر. ديكا لتر. 84 ديكا لتر، لأن الأحاد هو ديكا لتر. ثم لينا سبيعي. 73. 73 ديكاليتر. 7 ديكاليتر يعني 73 لتر. أحسنتي. يعني 73 لتر، يعني 73 لتر. شكرا لك، شكرا لك، أحسنتي. ممتاز. إذا سنمر إلى العمل الموالي ولا ننسى هذا، لقد درسناه من قبل. أين تدرس يا أحمد؟ أنا ما عنديش كراس يا ستي. ليس هناك مشكلة في الكراس. أين تدرس؟ أين المدرسة التي تدرس فيها؟ مدرسة ابتدائية 2 مارس 1934. أين موقعها هذه المدرسة؟ في المدينة الجديدة 1. في تونس؟ أي. باهي ليس هناك مشكلة. باه. إذا سنمر إلى، هل درستم العملية العمودية للضرب؟ نعم. مالا كيفاش ما أنجزتوش المضاعفات اللتر والهكتوليتر؟ شنو هي المضاعفات؟ نورمالمون انتم دخلتوا في الفترة الرابعة.
والفترة الرابعة فيها الديكالتر واللتر، باهي ليس هنا. أنا ما قريناهمش ديكالتر وهامتر وديكامتر، ما زال ما قريناهمش جملة. باهي ليس هناك مشكلة يا ولدي. باهي نمر إلى الوضعية الآن. أقرأ مثل العادة، أقرأ الوضعية جيدا ثم اتبعوا معطيات الوضعية ثم أنجزوا عملي. إذن ها هي الوضعية أمامي. سيدتي هل أقرأ؟ انتظريني لحظة لأن الوضعية طويلة قليلا. إذن سوف نستحق. نهبطها كل نصور فيها شوية. واضحة هكا؟ نعم سيدتي. أقرأ الوضعية جيدا ثم سأعطي الأسئلة بسرعة. بسرعة بسرعة أتثبت في معطيات الوضعية، لقد أضعنا الوقت من الأول، سوف ننجزها بسرعة كي نتمكن من الإصلاح. سيدتي لقد قرأت الوضعيتين. به بمناسبة العودة المدرسية، قرر الإخوة سامي وليلى وسميرة تقديم مساعدات إلى ابن جارهم تتمثل في مجموعة من الأدوات المدرسية. هذه لن أستحقها، إذن فهي هي السند. إذن سوف هكذا. إذن هنا أصبحت الوضعية كاملة. هاي نفتح الكاميرا جميعنا.
أحمد تفتح الكاميرا. إن الكاميرا دائما مفتوحة يا أحمد، تبقى كامل الحصة مفتوحة. سيدتي في الوضعية بكم أقلام اللبدية؟ أقلام لبدية أوراق ملونة، تلك الأقلام هذيك الملونة هاي، هذا بيكو ملون، هي أقلام التي بأربعة آلاف و... 1485 هاي بسرعة سوف نصلح. سيدتي ثمن الكراس 480 أوراق ملونة. آه نعم مي 480 حسنا.
أي بسرعة نصلح. نفتح الكاميرا. الكاميرا طيلة الحصة تبقى مفتوحة. سيدتي هل يمكنك نعم. أن تكبري الوضعية؟ لم أراها. لأنني عندما أكبرها سوف هكذا جيد؟ نعم. سوف نصلح بسرعة. دقيقة ونصلح. دقيقة. بسرعة. الو باهي سيدتي أنهيت عملي.
أيسان سوف نصلح سيدتي. أحمد تستطيع أن تغلق الكاميرا وتتابعنا اليوم؟ نعم البقية سوف انتهى الوقت سيدتي. نعم يا ابنتي سوف نصلح. نعم هل أجيب؟ لكن جميعنا نتابع. لينا الواتي، لينا معنا يا لينا. أحمد فقط يستطيع أن يغلق الكاميرا. إذن نعم يا نور، المطلوب الأول ما هو؟ ثمن مشتريات سامي. ثمن مشتريات سامي، سنبحث عن ثمن مشتريات سامي. نعم سيدتي. سيدتي أنا عملت بين قوسين. نعم نستطيع أن ننجز عملية مركبة، أحسنت. نعم سيدتي أنا أيضا. ممتاز. نعم نحن درسنا الآن، درسنا الخاصيات ودرسنا الأقواس، درسنا الضرب، إذن نستطيع أن ننجز عملية مركبة. أعطيني العملية يا ابنتي، أعطيني العملية. نعم بين قوسين 1485 في 2 مع 780. تفسرين لنا يا ابنتي سبب اختيارك لهذه العمليات وبطبيعة الحال على ماذا اعتمدتي؟ نعم يا ابنتي. لأنه قال لنا في الوضعية أن سامي اشترى علبتين أقلام لبادية. إذا هذه العملية أحسنتي تدل على علبتي أقلام لبادية، أحسنتي. وماذا أيضا؟ ومجموعة أوراق ملونة. ومجموعة ألواء، إذا هي عملية جمع. جمع، أحسنتي. إذا هنا وعملية جمع، إذا وهنا عملية ضرب، أحسنتي. ممتاز يا لينا، أحسنتي. إذا سوف ننجز يا ابنتي عملية الضرب ثم نمر إلى الجمع. نعم يا نور تفضلي. أي تسرعين يا ابنتي. 2 × 5 = 10. ممتاز. 2 × 8 = 16. أضيف 1 = 17. ممتاز. 2 × 4 = 8. أضيف 1 = 9. نعم. 2 × 1 = 2. يبقى نفس العدد. أحسنتي. ولا ننسى هنا مع 780. نعم يا ابنتي. 0 × 0 = 0. نعم. 7 × 8 = 15. نعم. 10 × 7 = 17. 3 × 3 = 3. أحسنتي. إذن 3750 مليم. شكرا شكرا لك، شكرا، أحسنتي. سوف نمر إذن هنا أنجز بالعملية المركبة، ولكن يجب أن أعرف مثل ما فسرت لنا صديقتنا نور، يجب أن أعرف دلالات الوضعية. الدلالة التي أخذت منها هنا يجب أن أعرف ماذا أفعل هنا. ثم صديقتنا لينا الويت الآن على ماذا تبحثين يا لينا؟ سيدة
سيدتي أنا صحيح عملته، أما مانيش كيف بدل ما سيمي ميسيش ترجع لحظة باش نشوفهم. لينا الوجه يا لينا. نعم يا ابنتي. المبلغ المتبقي سامي. لا نتبع الوضعية، هو وقت قال لنا ثمن مشتريات ليلى. الثمن نعم يا لينا، ثمن مشتريات ليلى يا لينا. نعم من يساعدها؟ لينا سبع، تتابعين يا لينا عيش بنتي. سيدتي هل يمكنك أن تعيد الوضعية؟ أنني كتبت العملية ولكن يعني الأشياء اللي أكتبها. شرت ليلى 7 كراسات و180 وخفض يعني 4480 ضرب 7 ما بين قوسين إلا 100 إذا ثمن مشتريات ليلى، ثمن مشتريات ليلى، إذا 480 في 7 بين قوسين إلا 175. بسرعة يا ابنتي تفسرين لنا. لأن أوقات في الوضعية ليلى ثمن الكراسي الواحد ب 100 ب 480 سبع كراسات وليس كراسة واحدة. ممتاز. ذهبت لي يعني لتعطي حقها خفض لها البيع في ثمنها. ممتاز. إذا لديك عملية ضرب ثم عملية طرح. أحسنت يا ابنتي أحسنت. إذا 480 في 7. نعم يا لينا. صفر ضرب صفر صفر. صفر ضرب 7. سبعة ضرب 8 56. أكتب الستة أحتفظ بالخمسة. سبعة ضرب 4 يساوي 28. نعم. 28 زائد 5 33. أكتب 33. ثم أمر بعملية الطرح. نعم. نعم. 5 لا أستطيع أزيد وأزيد الحد. 10 ناقص 5 10 ناقص 5 5 6 ناقص 8 لا أستطيع أزيد وأزيد. 16 ناقص 8 يساوي 8. 3 ناقص 2 1. 3 ناقص شيء لا شيء 3. النتيجة هي 3185 ملي. شكرا لك. شكرا أحسنت سيدتي الإجابة صحيحة. ممتاز يا ابنتي أحسنت. ثم صديقنا أحمد ثمن مشتريات سميرة. يا أحمد
نعم يا أحمد. ثمن المشتريات سميرة. ثمن المشتريات سميرة، نعم. كتب قراءة. 2300. 2300 مليم، نعم. مع نعم. 1800. مع 1800. لماذا يا ولدي اخترت هذه العملية؟ على خط المكتوبة لهنا. أين مكتوبة؟ في الوضعية. إذا ماذا قال لك في الوضعية؟ تستدل دائما يا ولدي آخذ معطياتي من الوضعية، إن الوضعية هي التي ستحل لي المشكل. إذا ماذا قال لك عن مشترياتي سميرة؟ اقرأ الدلالة يا ولدي. اشترت سميرة كتاب قراءة وكتاب الرياضيات. ممتاز ممتاز يا ولدي. إذا هذه هي التي جعلتني أختار هذه المعطيات وأختار هذه العملية. إذا لقد اخترت المعطيات المناسبة وأحسنت في اختيار العملية. شكرا لك. سوف ننجز مع بعضنا العملية يا ولدي. نعم يا ولدي تفضل. صفر مع صفر تقعد صفر. نعم تفضل ثم أكمل. صفر مع صفر تقعد صفر يساوي صفر، نعم. ثلاثة مع ثمانية 11. نعم. تساوي أربعة. ممتاز أحسنت. 4100. وبهذا أكون تعرفت على مشتريات الأطفال. سيدتي كلها صحيحة. ممتاز يا ابنتي. أي يا نور ستكملين إذن تقرأين المطلوب الأخير وتجيبين عن. نعم يا نور. جمع الإخوة الثلاثة ما بقي لهم من مال وأرادوا شراء محفظة لأحمد. هل يمكنهم شراء المحفظة؟ أعلل إجابتي. نعم. إذن ماذا سنفعل؟ سيدتي علينا أن نعرف المبالغ المتبقية لهم. ممتاز أحسنتي. إذا علينا أن نعرف قبل كل شيء المبالغ المتبقية، ومن هنا نعرف هل يستطيعون الشراء أم لا. إذا نبدأ بمن الآن؟ أسري. هاي بسرعة. المبلغ المتبقي لسامي. المبلغ المتبقي لسامي أحسنتي. نعم. 5000. 5000. إلا 2705. لا ليست 2000 يا ابنتي تثبتي. إلا 3000. إلا 3705.
إلا 3750 يساوي إذا 5000 تنجزين بسرعة؟ صفر يساوي صفر. نعم صفر إلا 5 لا أستطيع أزيد وأزيد. نعم 10 إلا 5 5. نعم صفر إلا 8 لا أستطيع أزيد وأزيد. 10 إلا 8 يساوي 2. ممتاز. بسرعة 5 إلا 4 يساوي 1. النتيجة 1250. شكرا لك. تسرعين يا لينا لقد انتهى الوقت. بسرعة يا لينا. لينا الويتي سأذهب إلى صديقك أحمد. أحمد تفضل يا أحمد. هل لديك إجابة يا أحمد؟ يا أحمد نحن نريد أن نعرف هل الإخوة يستطيعون شراء المحفظة أم لا؟ هم سيشترون بالمبلغ المتبقي لديهم. إذا لقد عرفنا المبلغ المتبقي لسامي، الآن سوف نعرف المبلغ المتبقي لمن؟ تفتح مكبر الصوت يا ولدي. لليلى. أحسنت. إذن المبلغ المتبقي لليلى. المبلغ المتبقي لليلى. نعم يا ولدي. نتابع البقية. أربعة. هيا يا ولدي. مبلغ المتبقي الذي الذي تملكه. ممتاز. تعطيني العملية إذن. ثلاثة ألف ومئة وخمسة وثمانون. لا يا ولدي المبلغ الذي تملكه. انظر إلى الوضعية. المبلغ الذي تملكه. ستة ألف وخمسون. ستة ألاف وخمسون. نعم أحسنت. إلا. نعم. إلا ثمن مشترياتها يا ولدي. لقد قلت لي أن ثمن مشتريات. هنا ثمن مشتريات. إلا 3185. إلا 3185. إذن سوف ننجز عملية مع بعضنا.
حافز يا ولدي، يلا هنا يا ولدي في السبورة عايش ولدي. حاضر. صفر إلا خمسة لا أستطيع، نزيد عشرة إلى الحدين. عشرة إلى خمسة خمسة. نعم. بسرعة يا ولدي أكمل، خمسة إلا ست إلا تسعة. لا أستطيع. نعم، إذا ماذا أفعل؟ نزيد نزيد ونزيد، أزيد وأزيد. نعم. خمسة عشر إلا تسعة. خمسة عشر إلا تسعة ستة. انظر يا ولدي، تضع تسعة في ذهنك وتصعد حتى تصل إلى خمسة عشر. انظر كم حسبت كي تصل إلى خمسة عشر. التسعة لا نحسبها، التسعة في ذهني. ستة. ست. ثم أكمل يا ولدي بسرعة. سيدتي. صفر. نعم. إلا واحد وواحد. اثنين. إلا اثنان. اثنين تساوي اثنين. تساوي عشرة إلا إلا اثنان. ثمانية. ثم ستة إلا واحد وثلاثة إلا أربعة اثنين تساوي اثنين. شكرا لك. شكرا. عفوا. إذا نستمع. إذا لقد أضفنا الكثير من الوقت. إذا هنا إذا سنتحصل على المبالغ المالية، المبالغ المالية كلها لسامي و وبطبيعة الحال أجمعها وأرى هل يستطيعون شراء المحفظة أو لا. سهل جدا، نكملها، نكمل الوضعية لأننا أضفنا الكثير من الوقت. خطر من لول ما جيتوش من لول، أنتم ما جيتوا من نخر، جيتوا مخرين، فما شكون جاي فيكم من نخر؟ ليس هناك مشكلة. وأصحابكم متاع قطر زادا كملوا عديو، دونك اليوم ما جاوش معاكم خاطر هما ديجا عديو امتحاناتهم وكملوا. به، إذا سوف نلتقي الأسبوع الحصة القادمة في وضعيات جديدة وتمارين جديدة. شكرا لكم، أحسنتم، يعطيكم الصحة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.